اليوم بلش الحديث جدياً عن الهدر الناتج عن سياسات الدعم، يعني المستورد عم بياخد المصاري وبدل ما يبيع المحروقات والأدوية والقمح والسلة المدعومة، يا أما عم يخزنها لبعدين بس يغلى حقها يرجع يبيعها، يا أما عم بيرجع يهربها لبرا، يعني مش عم توصل أصلاً للسوق اللبناني. وإذا وصلت للتاجر يعني لمحطة البنزين أو الصيدلية أو السوبر ماركت أو الفرن، عم بيخزنها أو عم بيهربها. وإذا شوي منا وصل للمواطن، عم بيجي المهربين يشتوها قبله، ويا أما يخزنوها ليبيعوها بعدين بالغالي، يا أما يهربوها. وحتى إذا شي مواطن توفق فيها، في كتير مواطنين اليوم بلشوا هني عم يخزنوا. وبالتالي هيدي سياسة الدعم هي سياسة فاشلة وما بتنضبط. لو بدي حط كل الشعب اللبناني بوضيس، لأنه الكل بده يستفيد منها، لأنه ما حدا مستعد يتحمل الغلاء اللي جاي بعدين. وبالتالي هيدي سياسة ما بتنضبط. الدولارات اللي عم تستعمل الدولة للدعم هي دولارات المودعين، يعني اليوم الناس منا قديرة تسحب مصرياتها من البنوك. إذا أنت معك 10,000 دولار بالبنك، دولة عم تاخد لك هال10,000 دولار، عم تهدر منها 5,000 وعم تستعمل ال5,000 التانية كرمال تدعم فيها. طيب مش أشرف وأحسن إذا بتعطيك هال10,000 دولار كلها لألك بدل ما تشلحك نصها وتدعم لك بالنص التاني؟ يعني اليوم إذا بياخد مثلا تنكة البنزين، تنكة البنزين طبيعيا لازم يكون حقها 60,000، أوكي؟ دولة اللبنانية عم تدفع 35,000 وعم بيبقى للمواطن 25,000، بس بالحقيقة الدولة منا عم تدفع 35,000، الدولة عم تدفع 70,000. 35,000 منا عم بيروح هدر على التهريب والسوق السوداء وما بعرف شو، وما عم بيوصل للمواطن إلا 35,000. وبالتالي أحسن بكتير إذا المواطن بتضل هال70,000 بجيبته، حاجة عم بيتبخر نصها وعم نمننه بالنص التاني. لا بفهم انه رفع الدعم بينقذ العالم وبيعمل صدمه لانه بدوس يكي من وراه غلط، بس اليوم مثلا السله الغذائيه يعني بياخذ حصه الاسد من الدعم، طب ما هيدي ما عم توصل للمواطن، ما حدا عم يشوفها بالسوبر ماركت، طب ما حرام هي المصاري تنهدر مثل ما عم تنهدر هلا. انا برايي السله الغذائيه لازم يتبلش فيها، لازم يرفع عنا الدعم تماما، خلص ما بقى بدنا سله مدعومه لانه مختفيه منا موجوده. نفس الشيء الأدوية، اليوم أنا عندي ضمان وعندي وزارة الصحة، خلي الضمان ووزارة الصحة يغطوا كل الأدوية عن المرضى. أنا بيهمني أدعم الأدوية تبع المرضى، بيهمني الوزارة تدفع عنهم، بس أنا الأدوية الشخص اللي منه مريض اللي عم يروح على الصيدلية يشتري الدواء ليهربه، أنا ليه بدي أدعمه هيدا؟ وبالتالي لازم ننتقل من دعم الأدوية لدعم المرضى اللي هني بحاجة للأدوية، هيك منوقف التهريب. والمحروقات فينا تدريجيا نبلش ندعمهم على 3900 خطوة أولى تمهيدا لرفع الدعم نهائيا. بس أنا اللي بدي ألفت النظر عليه إنه هو بموضوع المحروقات تحديدا، اليوم السعر العالمي للمحروقات من أدنى مستوياته، يعني اليوم المحروقات كتير رخيصة عالميا. باللبنان المحروقات كتير غالية، مش لأنها غالية، لأنه سعر صرف الليرة عم يتدهور. وليش سعر صرف الليرة عم يتدهور؟ لأنه الحكومة اللبنانية منا عم تعمل إصلاحات. وبالتالي هون الحل للغلا، الحل لغلا الأدوية والمحروقات وكل السلع التانية المدعومة، هي إنه بدها تضبط تدهور سعر صرف الليرة. وكل شيء ما بتضبط تدهور سعر صرف الليرة، الأسعار بدها تطلع والناس بدها تفقر. وبالتالي المشكلة مش مشكلة دواء أو محروقات أو قمح، المشكلة هي مشكلة سعر صرف العملة، والحل لازم يكون هونيك. بس انه نشلح الناس مصرياتها ويختفي نصها بحجة انه بدنا ندعم بالنص الثاني، بتصور الشعب اللبناني تفكيره يعني بكفي هالقد.